عشر ومن ذنب عدنا ضارينا وجريمتنا علي جدنا وعادينا عقب ما ذبح والوالي في جوز الموت راجنا ومعاهدنا يا عالم حكم شنو من ذنب عدنا يسلمني يسلمني يشوف الخوف مرسوم بتعابيري بجل حالي يخاطبني إذا ما سلبك علي سلبك غيري ما شفت دنياي ولا من عذاب طالب غير قطة ماي رماني حملة سبل قطع نهري ولا حمل الحنين وصرختي يبجاي وأنا الطفل الرضيع ما شفت دنياي عقب دفنه ثروا قبره شالوا راسه لابن زياد حراسه صعب يثبت على رماحه الهوى القمر يطيح النور رمح راسه كان اسمي أبويا المجتمع ومن خدت عزمي شفت عمي وحيد ولا معين ويا ركضت وبروحي قاصد أفتدي عمي أقول قاسم أنا وعبد الله كان اسمي أبويا المجتمع ومن خدت عزمي شفت عمي وحيد وبروحي قاصد ابتدي عمي من الخيمة طلعت زينة تحاول تمنع لا ينشفك دمة رمت نفسها على كل يمة وجاس احمي الاجل وهو حجر عمه مسلم هم تعرفونا مثل عمر الوالد وقعنا ذبحونا وجدل الغوم قبضة السيار بطار يموت أخوهم تنظر عيونا وإحنا ولاد مسلم هم تعرفونا صايبهم فلا تنعاد وختهم عاتك بالخيل شحبوها حميدة طويل على الناقة وإذا تكتب كعب لما حضرناها غمض جفني عودت بالقرابة يسمع وني ردت راسي أحط بحضن أبويا حسين شفت مغاسة هو صاير بحضني وأنا الطفل
طفلة رقية المغمى بجفني شاهدها بأنا منهت وفكرنا تمر تفاح على شيادها تقلها عاش من شافت لوالينا وأنا المحسن شهيد اللي بحلب قبره عصره وانا المحسن شهيد اللي بحلب قبره الي قصه شبيهه بمحسن الزهره جنينه وطحت من امي بطريق الشام مثل ما طاح عمي بساعه العصره مثل عمه وقع قدامي ابوه حسين سمى محسن الثاني لان يدري شب العالم حريم اشرح تلقى بعده وتراني للشاعر ميرزا عادل الأشكناني.